عبر إزاحة الستار عن صور فوتوغرافية تعرض لأول مرة، أحيت مدينة السليمانية الذكرى 33 على جريمة قصف حلبشة بالأسلحة الكيميائية من قبل حزب البعث البائد، والتي راح ضحيتها الآلاف بين شهيد وجريح. من هنا نتقدم بكل الاحترام والوفاء لشهداء الأنفال وحلبشة ولعوائلهم وكل السجناء السياسيين أو الذين قاتلوا في الجبهات، وأرجو أن تكون هذه الذكرى فرصة للتقارب بين الجميع وخدمة الوطن كما يجب وعدم تكرار الكوارث والجرائم بحق الشعب الكردستاني. بالتعاون بين مديرية الشهداء والمنفلين في حلبشة ومؤسسة الفكر الحضاري، قمنا بإحياء الذكرى 33 على قصف حلبشة بالكيميائي عبر عرض صور فوتوغرافية بعضها يعرض لأول مرة، ويستمر العرض حتى يوم 16 من آذار، يوم ذكرى القصف على حلبشة. مشاركون في الاحتفالية دعوا الحكومة في بغداد إلى تحمل مسؤولياتها والاعتذار من الشعب الكردستاني وتعويض ضحايا جريمة حلبشة للتخفيف عن معاناتهم والتي طال أمدها. لقد ذرفنا الدموع كثيرا حتى الآن، وبعد 33 عاما نحتاج الآن إلى إيقاف تلك الدموع وتدويل قضية حلبشة في المحافل الدولية وخاصة في محكمة لاهاي، لدفع العراق إلى الاعتذار من أهالي حلبشة وضحايا الأنفال. بعد سقوط نظام صدام حسين وعملية محاكمة قيادات البعث لم يتم إجراء أي إجراءات لازمة لتعويض المتضررين والضحايا والشهداء هذه المدينة المنكوبة المدنية العزل، أنهم الناس عزل تعرضوا للقصف كيميائي، سلاح محظور دوليا وعالميا، وشعب مسالم في الناس أبرياء في بيوتهم بدون أي ذنب بدون أي فعل دون علمهم بالحروب والسياسات تعرضوا للإبادة. ومع انتشار وباء كورونا وإجراءات الحظر العام للوقاية منه، تأثر ملف معالجة جرحى جريمة حلبشة كثيرا، سيما مع إغلاق المطارات والنقص الحاصل بالكوادر الطبية. لقناة زاغروس تي في شيار محمد، السليمانية.